الخطوره كما كان الحال كان تسجيل هدف جميل من طرف غزالي اللي ما قدرش يدافع بعد خطا فدح تاع تاع مدافعين اون دو ماركاج نعم دو ماركاج دو بلاسمون دو جوار مي لو غارديان ما بوفي ريان فار سور سور لو تري يعني تخلي دو جوار هكذا وان جوار ما بيناتهم اللي ما تكلمش معاه ربما سوء التكلم موك دو كوميونيكاسيون لهذا تسجل الهدف شوف لاعب رقم سبعه ابو احمد تاع اولمبي مديه يعني راه يجري مر المهاجم الوضعيه وضعيته يعني ما كانت في محلها الوضعيه تاعو كمدافع يعني المفروض كان يستقبل الكره يكون المهاجم من بعيد يعني هاد الاشياء يعني بعض الاحيان نطرحوها يعني لماذا بما انه الحلول ما كانش وعلى اطراف تكون ناقصه بعض الاحيان اللاعبين عليهم ياخذوا كما نقولوا الانيسياتيف ويقوم بتسديد وراء يعني ما تستناش حتى تلحق المنطقه تاع 18 متر باش تحاول كما الهدف هنايا نعم وكان نظن وكان كانت خارجه 18 متر كان اللاعب يعني تكون عنده خيار اخر يعني التسديد ما شفناش بالنسبه للقاء